ابن روح القدس إله واحد امين. هنعمل النهارده الاصحاح العاشر في انجيل يوحنا، نفتح هناك. انا هعمل النهارده حاجه جديده، هديكم الاول التقسيم بتاع الاصحاح، جايز يديكم شويه فكره عن الاصحاح بيتكلم عن ايه. افكركم احنا لسه ما زلنا في عيد اسمه عيد المزال. معظم الناس اللي بيفسروا الكتاب المقدس بيقولوا ان الاصحاح العاشر مازال الرب في الهيكل في عيد المزال، وفي نص الاصحاح هينقلنا لعيد تاني اسمه عيد التجديد. ف بيقولوا كده لان قد يبدو الكلام في الاصحاح العاشر مختلف عن الكلام اللي في الاصحاح التاسع، الا ان في ربط، وهنشوف ازاي الربط موجود. التقسيم بتاع الاصحاح العاشر هقوله لكم بسرعه، من عدد 1 لـ21 بيتكلم عن امثال، بيديهم مثالين. معظم الناس قالوا ان دول مثالين. اول مثل ان هو باب الخراف، الباب بتاع الحظيره بتاعت الخراف. المثل الثاني ان هو الراعي الصالح، من 1 لـ21. ولما عمل كده ان اليهود انشقوا، زي ما كل مره بيتكلم اليهود بيتخانقوا مع بعض. كل مره الرب بيتكلم فيها لازم يحصل مشكله، كل ما في حد بيبقى على حاله، يا اما معاه يا اما ضده. مش ممكن البني ادم يفضل زي ما هو، لما الرب يتكلم الانسان لازم يتغير. ده من 1 لـ21، الباب والراعي. من 22 لـ38 العيد الجديد اللي احنا هنشوفه اللي هو اسمه عيد التجديد. ومن 39 لـ42 الذهاب، انه راح لعبر الاردن هربا من اليهود اللي كانوا عايزين يرجموه. مازال هم بيجروا وراه عايزين يقتلوه، هو كل مره بيعملوا كده هو يخرج من وسطهم ويمشي. يبدا الاصحاح في عدد 1، الرب يقول ايه؟ نرى مع بعض. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. وزي ما أنا قلت يظهر إن الموضوع آخر العدد في 9 موضوع كان بيتكلم عن حاجة تانية. اللي احنا قرينا في أعداد 39 و41 في الصح التاسع بيقول: قال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين، الناس اللي ماشيين معاه، وقال له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ فقال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطياتكم باقية. الفريسيين دول كانوا ماشيين معاه، والفريسيين هم المعلمين بتوع الشعب، وافتكروا إن الإصحاح التاسع ربنا فتح فيه عينين المولود أعمى، وقال إن الأعمى اللي أنا فتحته شافني، والمفتحين المعلمين بتوع اليهود ما عرفوش يعرفوني. ده ملخص الاصحاح التاسع، ان الناس المفتحين اللي فاكرين ان هم شايفين بالطريقتين، شايفين بالعينين الجسديه وشايفين فاهمين طرق ربنا، قال يعني ما عرفوش يشوفوه، ما عرفوش يكتشفوا ان هو الله متجسد، ابن الله اللي جه يخلصهم يخلصنا. اللي الاعمى اللي هو اعمى بالجسد، اللي اليهود الفريسيين المعلمين بيقولوا عليه ان هو اعمى كمان بالروح، هو اللي عرفه وشافه وفتح. فحصل التزاوج ده ما بين العمى الجسدي والتفتيح أو الإبصار الروحي، والتزاوج بين البصر الجسدي بتاع الفريسيين والعمى الروحي. بعدين نقدر نفهم بقى دلوقتي إزاي اتنقل هو للكلام على الخراف وباب الخراف والراعي الصالح. لما يقول لهم بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، هنشوف إنه بيتكلم على المعلمين بتوع اليهود اللي هم ما عرفوش يكتشفوه كباب ومدخل للخراف. الإصحاح العاشر يبتدي بالكلام عن باب الخراف وعن الناس اللي هيدخلوا للحظيرة بتاعت الخراف من أي مكان تاني غير الباب، وإن هم اللي هيدخلوا من غير الباب سراق ولصوص. وهنا هنشوف الربط المختفي في الحتة دي بين دولة الناس اللي بينطوا فوق السور مش عايزين يخشوا من الباب، وما بين الفريسيين اللي هم مش عارفين يكتشفوا الله المسيح كباب للخراف. قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت الأصحاح، أنا عايز أكلمكم شوية عن الخلفية بتاعت الكتاب المقدس في الكلام عن حاجتين. أولا الباب، خلفية الباب في الكتاب المقدس، إيه الكتاب المقدس اتكلم إزاي عن الباب واتكلم إزاي عن الرعاة. الرعاة مثلا نعرف ان ربنا كان في غرام مغرم جدا بالناس الرعاة،
كل حبايبه في العهد القديم كانوا رعاه. هنشوف هابيل كان راعي أغنام، وفي تكوين 4:4 يقول إنه قدم من أبكار غنمه ومن سمانها، ونظر الرب إلى تقدمة هابيل ولم ينظر إلى تقدمة قايين. إبراهيم كان راعي أغنام، وكان يعقوب راعي أغنام، يوسف كان راعي أغنام، موسى كان بيرعى أغنام. ده هو أخذ الرسالة بتاعته وهو بيرعى غنم، لما شاف النار على العليقة وهو معاه عصاية الغنم بتاعته، وتفتكروا إن ربنا دعاه من وسط العليقة وقال له تعالى واخلع حذائك، وبعدين استخدم العصاية بتاعته إن هو يعمل بيها معجزة يحولها لتعبان، وبكده خد العلامة بتاعته من ربنا إن دي علامة الإرسالية بتاعته. لما يسألوني للإسرائيليين مين اللي بعتك، أقول لهم أنا إله أباكو الكائن، أنا الكائن ده اسمي. فعرف نفسه لموسى، وموسى عرف ربنا عرفه باسمه كمان، دعاه باسمه قال له يا موسى، وقال له خد العصاية دي، هي دي اللي هتوريها لفرعون وهتوريها لليهود كمان عشان يعرفوا إن أنا بعتك. داود بعد موسى كان راعي أغنام، أنبياء كتير كانوا رعاة أغنام منهم عاموس. والحاجة اللي أهم من كده إن الرب نفسه اتكلم عن نفسه في العهد القديم إن هو الراعي، هنشوف قدام إزاي هو اتكلم عن نفسه بالطريقة دي. وكأن رعاة الأغنام في العهد القديم وفي كل الأوقات أكتر ناس يعرفوا نوع العلاقة ما بين الله وشعبه، هم دول الناس اللي يقدروا يقدروا إيه العلاقة اللي بين الله وشعبه، كأنها هي العلاقة بين الراعي والأغنام بتاعته. في قصة تحضرني لواحد كاتب اسكتلندي، الراجل ده أصلا كان راعي، أخذ المزمور 22 الرب راعية 23 الرب راعية وتأمل فيه. في الجزء الخاص بتاع المياه الراحة يوردني قال إيه؟ في نوعين من المية اللي عشان تسقي الخرفان بتاعتك، في نوع منهم مياه هادية، وفي مية مليانة رغاوي وفايرة كده بحيث إنها بتجري بسرعة، يسموها هنا white water right. الناس هنا بيحبوا يعملوا رافتنج، يقول لك نروح white water rafting، يعني مية بتجري بسرعة ومليانة رغاوي. قال إيه؟ قال في الوقت اللي الغنم فيه الصوف بتاعه بيكتر وبيتقل، بنحذر إحنا الرعاة ناخدهم لمكان فيه مية فايرة. ليه؟ حتى لو المية واطية وبتجري جامد، الغنمة تكون واقفة رجلها غطسانة في المية صحيح، لكن مع الجريان بتاع المية الرذاذ بتاع المية اللي جاي بيبتدي يشبك في ايه؟ في الصوف التقيل اللي لسه ما تقصش. فيبتدي الخروف وهو واقف ومش واخد باله عمال يشرب بعد 10 دقايق ربع ساعة يجمع مية في الصوف بتاعه ويتقل ويقع في المية ويغرق. فعشان كده مهم ان هم كانوا ياخدوه لمياه هادية، اللي هي ترجمة التانية لكلمة مياه راحة، يعني مياه سهلة ماشية بتجري بشويش مش بتجري بسرعة. فده يقول لك ان الخرفان عايزة رعاية واختيار لنوع المية ونوع الحقل اللي تاكل فيه وانواع الاكل، وعايزة تسمع صوت الراعي وعايزة تشوف عصايته، عصاك وعكازك ايه يعزيانني. وزي ما الله دعا قديسين كتير في العهد القديم رعاه، دعا الكهنة ومعلمين اليهود انهم رعاه، بس في معظم الوقت هنلاحظ في العهد القديم وهنفتح بعد شوية دايما كان بيأنبهم لانهم رعاه وحشين مش كويسين، وكان الكلام دايما فيه تهديد وتأنيب انهم اكلوا القطيع ولم يكونوا امناء في رعايته. فالموقف اللي قدام دلوقتي الرب بيكلم الفريسيين على انه هو الباب وعلى انه هو الراعي الصالح بطريقة غير مباشرة، بيقول لهم انتوا الرعاه اللي اتكلم عليهم العهد القديم اللي اكلتوا القطيع. فهنبتدي نقرأ في يوحنا 10:1-5، هنقرأ الجزء الأولاني ده. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. نقطتين هنا عايز أقول لكم عليهم. النقطة الأولانية إن هو بينادي الراعي الخراف بأسمائها، الراعي بينادي الخراف بأسمائها، معنى صح إن الراعي عارف كل خروف، كون ان انا اعرف اسم شخص انا اعرفه
فهو صحيح راعي كل القطيع، إلا أن الراعي عارف كل خروف بذاته بشخصه، ما أنا صح، هو عارفنا واحد واحد وعنده علاقة شخصية بينا وبينادينا بأسمائنا. أوقات كثيرة جدا في ناس كثير جدا من اللي قاعدين هنا أنا عارف أن سمعوا صوت الرب بيناديهم بأساميهم الخاصة، وإن كنا ما سمعناش فإحنا لازم نسمع، لازم نطرطق ودنا ونسمع الرب بيكلمنا بينادينا بأسمائنا كل يوم في كل موقف، في كل مشكلة احنا بنقع فيها، في كل احتياج، حتى في أيام ما احنا مش محتاجين فيها حاجة الرب بيكلمنا وبيقول لنا دايما. وأنا أكد لكم أن الكلام ده صح، أنه بيقول لنا أنا عارفكم، أو بيقول لكل واحد منا أنا عارفك باسمك، أنت لي زي ما قال إسرائيل في القديم، دعوتك باسمك أنت لي، أنا عارفك أنت مين، بتعمل إيه، إيه مشاكلك، إيه احتياجاتك، عارفك واحدة واحدة. فدي مهمة جدا، حتة أعرفك باسمك دي قالها موسى لله، زي ما قلت لكم لما موسى قال لربنا أنا وجدت نعمة في عينيك، يعني أنت بقينا قرايب، بقى في بيننا وبين صلة. لما موسى كلم الله قال له اسمك إيه، فربنا قال له اسمه. بعد شوية موسى طلب من ربنا بعد ما حصل التعارف ده، موسى طلب من ربنا أن يشوفه، فربنا قال له حاضر، كون أنه هو عايز يشوف ربنا، ربنا ما قالوش لأ. صحيح وراه شبه مجد الرب، لأن موسى لو كان شاف مجد الرب كله كان مات، إلا أن العلاقة بينهم كانت جامدة جدا. كلمة معرفة الاسم دي أكبر بكتير جدا مما إحنا نتخيل، أن واحد يتعرف على واحد بس يقول له اسمه، أو مثلا فلان اسمه كذا، لا دي حاجة جامدة جدا، دي مستوى قرابة في العهد القديم. الحاجة التانية، الخراف عارفة صوته. صوت المسيح في العهد القديم وفي العهد الجديد بينفذ إلى عمق ما يقدرش أي صوت تاني ينفذ له. اللي يسمع الصوت بطريقة ما، بطريقة حاجة معينة تحصل معه، معجزة، حادثة، حاجات، كلام سري محدش يعرفه غير الشخص نفسه. لو حصل إن ثلاثة كانوا موجودين في مكان واحد وواحد منهم حصلت معاه حاجة والثلاثة كلهم شافوها، إلا إن واحد منهم هياخد مسج ويتهز والاثنين تانيين ما يحصلهمش حاجة، لأنها مسج خاصة بتنفذ لأعماق الشخص ومحدش تاني يقدر ياخدها، محدش تاني يقدر يميزها. زي المثل بتاع المرأة الخاطئة اللي كانت بتدهن رجلي الرب بالطيب، هي بتعمل العمل والرب شافه ومدحه، إلا أن يهوذا اللي كان واقف نفسه وقت جنبه قال إيه، لماذا هذا الإتلاف؟ ففي صوت الرب له تردد خاص بكل قلب، القلب بياخده وبيقبله وبيسمعه وبيعرفه. المهم إن هم ما فهموش المثل ده، فابتدى ربنا يفسر لهم المثل، وده الأصحاح العدد من 7-10، لما قال لهم أيضا، قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. العدد 10 ده تمهيد لكونه الراعي الصالح. فالأعداد من 7-9 هو قال أنا الباب، والحاجة التانية إن اللي هيدخل بيه يخلص ويدخل ويخرج، ودول الكلام اللي احنا عايزين نركز عليه. الباب، نشوف الباب ده في العهد القديم والجديد ايه كانت صوره. هقول لكم صورة، ده مجرد اقتراح، عايزكم تبصوا له بس، على مجرد اقتراح، ما هواش حاجة يعني إيمانية يعني، بس إذا عجبكم خدوه، ما عجبكوش سيبوه. الباب والرعاية، الباب والخراف في قصة واحدة ما يجوش غير في قصة يعقوب، خلاص؟ ده مجرد اقتراح. نرجع لتكوين 28 عدد 18، هنتكلم على باب الخراف دلوقتي. تكوين يعقوب هربان من عيسو، وراح أمه وأبوه بعتوه قالوا له ارجع خد زوجة من بنات خالك لبان. 28 عدد 18،
وهو ماشي في السكة نام من التعب وحط حجر تحت دماغه، وهو نايم شاف الحلم بتاع السلم وملائكة الله نازلين وطالعين على السلم ده، وشاف الله أو الرب واقف على آخر السلم فوق. فكلمه ربنا قال له: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لنسلك، بديله وعد، ويكون نسلك كتراب الأرض تمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك ونسلك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. ربنا بيوعده، بيديله وعد. خلاص. فلما صحي يعقوب من النوم في العدد 18 في العدد 17 الأسف الأول، وقال: وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وكأن ربنا فتح له باب السماء، فأي حاجة هيطلبها يعقوب هياخدها، وكل البركات اللي كان هيديها ربنا لإبراهيم وإسحاق هيديها له. النتيجة الطبيعية للكلام ده أن يعقوب هيعمل الآتي: هيندر نادر، يكرس نفسه، صب زيت على رأسه وصب زيت على العمود، وسمى المكان ده بيت إيل، يعني بيت الله، وندر الندر وقال: إن كان الله معي زي ما هو وعد، وأعطاني خبز لآكل وثياب لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، والحجر اللي عملته ده يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فأني أعشره لك. اللي عايز أركز عليه إن هو سمى المكان ده باب إيه؟ السماء. على طول 29 ننقل على إن هو راح على أرض المشرق اللي فيها لبان خاله، وهناك لقى قطيع من الخرفان. أول حاجة شافها بعد ما خد هذه الرؤية قطيع من الخرفان، وبعدين الخرفان دي مش بتاعته. خلاص؟ الخرفان دي بتاعت مين؟ لبان خاله. لكن في القصة قدام هنشوف إن هو لبان شغله ببلاش تقريبا، اشتغل عنده سنين كتيرة من غير ولا حاجة. طب إيه الحل إن يعقوب ياخد الخرفان؟ فكروا في السؤال ده، وأنا هقول لكم حاجة معينة تفكروا، طريقة بتفكروا بيها. سفر التكوين هو في الكنيسة الأولى كانوا بيقولوا دايما انتبهوا لسفر التكوين، في كل الأسرار بتاعت العهد الجديد محطوطة فيه. سفر التكوين ده في سر، كل كلمة وكل حرف فيه له معنى في العهد الجديد. فهو عايز ياخد الخرفان، القطيع بتاعه، تمن شغله، تعبه، هيعمل ايه؟ هيستعمل حيلة بشرية، وهتستغربوا تقول كتاب مقدس بيجيب حاجة زي كده ازاي. هيحاول يدي لبان شرط ويقول له ايه؟ هات لي الالوان الغريبه من الغنم بتاعتي، كل ما هو نادر، المنقط في الخرفان، ما فيش خرفان منقطه، واحد اثنين ثلاثه في كل القطيع، الابيض في الجداء او العنزه، يعني البيضه، مفيش حاجه زي كده. فهو عشان يعمل كده اقترح على نفسه وعمل فكره الوحمه او الوحم، ان هو يقشر جريد، حط الابيض في وش الاناث وهتشرب وهي حامل، فقال يعني تتوحم فتجيب الوان على حسب ما هو يحط لها. فكل ما يشوف القطيع القوي يروح حاطط له في وشه الحاجات دي، فابتدى يحصل فعلا ان القوي في القطعان القويه ابتدت الوانها تتغير للايه؟ للالوان اللي هي تسمح انه ياخد منها. فابتدت قطعان يعقوب من الحاجات النادره تكبر، فالناس اتضايقوا، لبان اتضايق. لما جه وقت بقى خلاص هيمشي، افتح بقى ان الحقيقه بانت بقى، الحقيقه في الموضوع ده بانت فين؟ في تكوين 31:10-13. ايه اللي حصل؟ هل فعلا الوحمه دي حاجه حقيقيه ولا في حاجه تانية حصلت؟ هل فعلا الخطه بتاعت يعقوب دي كانت صح؟ لا. في تكوين 31:10 يعقوب بيحكي لرحيل وليئة زوجتين وبيقول لهم ايه اللي حصل في الحقيقه في الواقع. بيقول لهم ايه بعد ما بيشرح لهم ازاي ان ابوهم لبان اتفق معاه ان الرقط تكون اجرتك، اللي هم منقطين الغنم كله ولد رقطا، وحدث في وقت توحم الغنم اني رفعت عيني ونظرت في حلم، واذا الفحول اللي هي الذكور اللي هي بتاعت التلقيح الصاعده على الغنم مخططه ورقطاء ومنمره. يعني الموضوع حصل اصلا قبل ما الماعز والإناث بتاعت الخرفان تحبل، ده من الأول اللي هيطلع يلقح
الإناس بتاعت الغنم ألوان مناسبة ليعقوب. فقال لي ملاك الله في الحلم يعقوب، فقلت ها أنا ذا، ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نظرت لي نزرا، الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع لأرض ميلادك. يعني بمعنى أصح، أنا اللي عملت الموضوع ده مش أنت. يعني موضوع الوحمة اللي أنت عملته ده إيه؟ في شنك، مش أي قيمة. أنا اللي زقيت الخرفان والجديان المناسبين للألوان اللي أنت عايزها عشان أعمل لك قطيع يتبعك يمشي وراك، ولما هيعمل كده هتاخده وتخرج. فيبقى يعقوب هنا الله اداله قطيع من الخرفان بعد ما يعقوب انفتح قدامه باب السماء. في ربطة هنا ما بين اللي حصل في بيت إيل وبين كون ان يعقوب يطلع من بيت خاله بقطيع من الغنم، فهو الراعي اللي اخذ قطيع من الغنم من خلال الباب. خلاص، عجبتكم خدوها، ما عجبتكوش سيبوها. فهي الآية دي، أنا إله بيت إيل حيث مسحت لي عمودا، حيث نظرت لي نزرا، قم أخرج من هذه الأرض وارجع لأرض ميلادك. الحتة الثانية من سفر حزقيال صح 44، الأبواب. في حزقيال ربنا ورى له رؤية عن أورشليم بعد ما خربت، البابليين خربوها، وقال له هترجع وهتشوف إن الهيكل هيتبني، هيبقى شكله جميل جدا وأنا حوريك. فأخذ الملاك ووداه لجبل صهيون وشاف هناك البيت اللي هيبنيه بني إسرائيل لله، وكان حاجة عظيمة جدا. وابتدى يشرح له في 3-4 صحات ورا بعض الأبواب. بعد ما شرح له الأبواب في أصحاح 44، هنلاقي على طول في نفس الأصحاح ابتدى يوبخ بني إسرائيل على أنهم دخلوا غربة، ناس أغراب في الهيكل. حزقيال 44 اوكي بيقول ايه؟ هو في الاصحاحات اللي فاتت على فكره باختصار كان بيتكلم على الابواب الشمالي، في 4 ابواب، شمال شرق غرب جنوب. فهنا بيتكلم على الطريق الباب الشرق اللي ما هيفضل مقفول، ما يدخلش منه غير الرئيس، الرئيس يقصد بيه المسيح، والباب ده هيفضل مقفول بعد كده. وبعد ما اتكلم على الابواب وايه اللي هيعملوه في الابواب، ابتدى يتكلم في العدد اللي عايزين نقرا منه، 6 عدد 6، وقل للمتمردين لبيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب، يكفيكم كل رجاساتكم يا بيت اسرائيل، ادخالكم ابناء الغريب الغلف القلوب. هو ما جابلوش سيره غلف الجسد، غريبة دي، مع أن العقل كان بيوصيهم أن المشكلة ما تجيبوش أي حد مش مختون. هنا أول مرة بيتكلم على غلف القلوب. فين في العهد الجديد جت سيرة غلف القلوب؟ أفكركم لما استفانوس قبل ما يترجم وقف يبعظ اليهود قال لهم إيه؟ قال لهم أنتم من الأول عمالين تضطهدوا في الأنبياء اللي ربنا بعتهم. مين اللي اضطهد موسى؟ مش أنتوا أباكوا؟ مين اللي اضطهد الانبياء اللي تنبأوا بمجيء المسيح؟ مش انتوا اللي قتلتوا ورجمتوا وعملتوا فيهم كل الاعمال دي؟ ايها الغير مختونين بالقلوب. فهنا حزقيال بيقول ان الناس اللي في اسرائيل اللي في الهيكل هيدخلوا ناس غير مختونين القلوب. بمعنى صح، هيجي وقت ناس من اليهود نفسهم اللي هم مولودين من ابراهيم لكن غرب عن الله وقلبهم مش مختون مش قادرين يشوفوه، هيقعدوا في الهيكل ويبقوا هم الكهنة والمعلمين. الحكاية دي حصلت بالظبط بالظبط في أيام المكابيين. لو حد فيكم حضر العهد القديم هيعرف أن في واحد كان اسمه أنتيوكوس أبيفانس، وإحنا قلنا اليهود سموه أنتيوكوس أبيمانس يعني المجنون، اللي اضطهد اليهود وعمل منهم شهداء. فاكرين القصص دي؟ أول امبارح احنا احتفلنا بعيد استشهاد عيلة على بعض، قتلوهم اليهود لأنه ما رضيش ياكلوا خنازير وعملوا فيهم عمال صعبة مشروحة في مكابين التاني اللي عايزين تعرفوا. في عهد هذا الرجل اليوناني أدخل للهيكل رئيس كهنة بالإيجار بفلوس، دفع له فلوس فعمله رئيس كهنة من اليهود، بس مش من سبط لاويس، مش من عائلة هارون،
كانش المفروض انه يبقى ريسك هنا. ابتدى هذا الشخص يجيب ناس، اي ما اي حد ماشي في الشارع يدفع له فلوس يعمله كاهن. فحصل بالظبط الكلام اللي قال عليه حزقيال، لكن الرب بيعيده تاني للاذهان لما يكلم الناس الفريسيين اللي واقف قدامهم، بيقول لهم انتوا كمان ايه زي ما قال لهم استفانوس، مش مختونين بالقلوب واقفين في البيت. الحته الثالثه المهمه سفر الرؤيا اصحاح 21 و22، اخر اصحاح سفر الرؤيا بيتكلم على رحله تبدا من الارض، حنا شاف المسيح في بين المناير، وتنتهي على جبل صهيون لما اورشليم السمائيه تنزل من السماء. ولما شرح اورشليم السمائيه قال لها 12 باب وفي وسطها نهر، وعلى النهر شجره الحياه. لما في اصحاح 22 عدد 14 يقول ايه في اخر حته في السفر خالص، طوبى للذين يحفظون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجره الحياه ويدخلون من الابواب للمدينه. والابواب تمثل الكنيسه في 12 سبط، فهي المرعى الاخير العظيم لغنم الله. خلاص، فالرشايم السمائيه هي الكنيسه الممجده اللي هنشوفها وهندخلها في اخر الازمان. لهناك بقى المرعى، الشجره اللي بناكل منها، هناك الميه، النهر اللي هنشرب منه، وهناك النور اللي جاي من العرش ومن الخروف. فالرب بيفسر لنا، يقول لنا ايه في الكلام هنا عن الباب، هو انا هو الباب، انا باب يعقوب اللي دخل منه فوجد بركه، انا باب حزقيال اللي دخل منه الشعب وعبد الله، انا باب اورشليم السمائيه ايضا اللي هتخش منه في الاخر وهتجدوا الراحه والمرعى. وبالنسبه لينا برضو الرب هو الباب، كل الرعاه اللي بيجوا لينا من الباب ده هم رعاه حقيقيين. زي مين؟ زي الكهنه اساقفه اللي ربنا عملهم على الكنيسه، اللي اقامهم الروح القدس في الكنيسه ليكملوا عمل الرب يسوع ويحملوا وظيفته. زي ما كلم بولس الاساقفه في ميليتس في اعمال الرسل في اعمال 20:28-29، تفتحوا انا اقولها لكم، بيقول لما كان بيودعهم ورايح اورشليم عشان يتقبض عليه، استدعى من ميليتس بعت لافسس واستدعى خصوص الكنيسه. بنسمعها كتير دي، بتتقال في الايام اللي بنحتفل فيها ببطاركه، اعمال الرسل دي في ابراكسيس اتقرى في الايام اللي بنحتفل فيها ببطاركة. بيقول ومن ميليتس ارسل واستدعى خصوص الكنيسه، ارسل لافسس واستدعى خصوص الكنيسه وقال لهم كده في وسط الكلام، احترزوا لانفسكم ولجميع الرعيه التي اقامكم الروح القدس فيها اسقفه لترعوا كنيسه الله التي اقتناها بدمه. رعايه يعني زي الراعي، لاني اعلم انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفه لا تشفق على الرعيه. فالرب سلم الرعيه لرعاه جداد بتوع العهد الجديد اللي هيرعوها زي ما الرب عايز. نرجع للإنجيل في عدد 5، كنت عايز أقول لكم على عدد 5، احنا اتكلمنا عليه قبل كده، في عدد 8 أنا آسف، عدد 8، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. وهنا في مشكلة، يقصد مين الذين أتوا قبلي؟ هل يقصد موسى والأنبياء؟ طب نحلها ازاي دي؟ انا هديكوا اقتراح برضو تاني عشان نحل الحته دي. افتكروا اللي قاله يوحنا المعمدان، قال ايه في صح 1 يوحنا 1 عدد 30، انا هقولها لكم بزوره تفتحوا. هذا هو الذي قلت عنه، ان الذي ياتي بعدي رجلا صار قدامي لانه كان قبلي. يعني برغم ان يوحنا اكبر في السن 6 شهور من المسيح، الا ان يوحنا بيتكلم عن المسيح يقول انه كان ايه قبله. المسيح يراه يوحنا انه قبل الكل، الذي كان قبل الكل وفيه يقوم الكل. فرؤيه يوحنا المعمدان اتفق مع رؤيه الانبياء ان كلهم يروا في شخص المسيح انه الازلي الابدي الكائن قبل الكل والكائن الابد. فيمكن هنا يقصد الرب المعلمين والفريسيين اللي كانوا ما يعرفوش المسيح ويظنوا في انفسهم ان هم الرعاه الحقيقيين ومش هم الظل ولا الصوره بتاعته. هم فاكرين ان هم الراعي الصالح او هم الرعاه الحقيقيين اللي الناس لازم تتبعهم هم شخصيا، فما يعرفوش ان المسيح قبلهم. فهنا الرب بيقارن وضعه كراعي بوضع كل شخص يظن ان هو الراعي، كل المسحق الكذبه اللي جم قبله. اما الانبياء كانوا يعملوا معاه مع الراعي الحقيقي ويشاوروا اليه زي يوحنا المعمدان، هذا هو حمل الله. وده واضح في العهد القديم، برغم ان داود كان راعي وكان ملك للشعب، الا ان لما يجي يصلي في المزمور بتاع 23 يقول ايه
الرب راعيه. ولما نقرا في مزمور 80 يقول يا راعي اسرائيل اصغي، عارفين ومتاكدين ان الراعي الحقيقي هو المسيح. عدد 9 بيقول ايه؟ يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. اللي يدخل من الباب يخلص ويدخل ويخرج. يعني ايه يدخل ويخرج؟ لما اقول لاي حد انت تقدر تدخل وتخرج، يبقى انا بدي له ايه؟ ها؟ زي بيته. يعني ايه؟ امان. البيت فيه امان. في ايه تاني؟ حريه. في الدخول والخروج، الخروج يساوي حريه يساوي امان. كمان في ايه؟ بنوه وقياده. قياده ازاي بقى؟ دي النقطه. في حريه، فعلا ليا حريه ان اخرج وادخل، انا مش محبوس. والحاجه الثانيه انه امان، ما فيش حاجه هتهددني بره. الحاجه الثالثه ان في قياده، لان لو في راعي وانا بخرج وراه مش هتوه، وهيعرف رجعني تاني. القياده دي بالذات جت في حته عدد 27 من 12 ل 18. عايزين نفتح هناك سفر العدد 27 من الاعداد من 12 ل 18. موسى كان عمل ايه؟ كان ضرب الصخره، وربنا قال له انت بسبب ضربك للصخره وانك ما جيتنيش المره الثانيه، لما قال له يكلم الصخره وضربها، قال له انت مش تخش ارض الميعاد. فموسى بص للشعب وقال طب يا رب ودوله، انا عارف لو ما فيش قدامه حد يبصوا له هيتوهوا، طب هتعمل معاهم ايه؟ ابعت لهم حد، اختار لنا حد يمشي مكانهم قدامهم مكاني. فهنقرا في عدد 12. وقال الرب لموسى اصعد الى جبل عبريم هذا وانظر الارض التي اعطيت بني اسرائيل، ومتى نظرتها تضم الى قومك انت ايضا كما ضم هارون اخوك، لانكما في بريه صين عند مخاصمه الجماعه عصيتما قولي ان تقدساني بالماء امام ذلك ماء مريبه قادش في بريه صين. فكلم موسى الرب قائلا، الشغل بقى هو قلبه زي كاي راعي صالح، ما هو مثال للمسيح، مشغول على الناس، هو مش همه نفسه دلوقتي، هو همه الشعب. ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم، يخرج وإيه؟ ويدخل أمامهم، ويخرجهم ويدخلهم، كي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. فدي مرجع خصب جدا للآية اللي ربنا بيحطها لنا هنا، إن يخرج ويدخل ويجد مرعى. فقال الرب لموسى خذ يشوع، الاسم العبري ليسوع اليوناني. الكنيسة من الأول خلاص شافت في يشوع رمز المسيح، لأن هو ده اللي أدخل بني إسرائيل لأرض المعاد، فهو ده الراعي اللي هيدخل ويخرج قدام بني إسرائيل ويدخلهم ويخرجهم، بمعنى أصح يديهم القيادة، لما يشوفوه يقدروا يطمنوا أن السكة أمنة أو سهلة بالنسبة لهم أنهم يمشوا وراه. وده اللي حصل دلوقتي، إحنا بنشوف المسيح مفروض في وسطينا. أنا أكرر وأعيد وزيد أن إحنا لازم نشوف الرب في وقت الخلوة، مهم جدا جدا جدا، زي ما احنا بنكرس نفسينا في القداس وبنشوفه في الافخارستية وبنتحد بيه، لازم كمان احنا في وقت خلوتنا معاه نشوفه ونخرج واحنا عندنا انطباع القلب واخد صورة معينة عن المسيح. مهم جدا، لازم نصارع لغاية لما ناخد دي، ولو خدناها اليوم بتاعنا ينضبط، الحياة تنضبط، ما يبقاش عندنا قلق، يبقى فيه امان ويبقى فيه حرية. فلازم يبقى لنا الراعي اللي يخرجنا ويدخلنا ونخرج قدامه وندخل. مهمة دي جدا الحتة دي، أنا أشوف بتتحقق في الإفخارستية وبتتحقق في الخلوة اللي بنعملها، يا الصبح يا بالليل، بس تفضل الصبح لأن الصبح بيبقى بداية اليوم. إيه الفايدة أنك تعملها بعد تنام؟ العدد 11 أنا هو الراعي الصالح. دي الآية اللي احنا عايزين نحفظها، هنرجع الآيات اللي احنا حفظناها في 3 أصحاحات اللي فاتت. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وقال من عطش فليأتي إلي ويشرب، ده أصحاح 7-37 احفظهم. الثانية أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة، ده أصحاح 8-12. دي أصحاح أنا الراعي الصالح أصحاح 10-11. نحفظ الثلاث آيات دول لأنهم آيات هنحاول نحفظ في إنجيل يوحنا، كل ما الرب يقول أنا هو نحفظها.
بالشاهد بتاعها. هو تمم بكده نبوة أشعياء اللي في أصحاح 40 عدد 11. دي النبوات المهمة عايزين نفتحها هناك بسرعة. أشعياء 40 11. دي احنا قلنا ان اشعياء بتقسم لاثنين، من 1 ل 39 باب كتاب الويلات، ومن 40 ل 66 كتاب التعزيات. فبدايه كتاب التعزيات اصحاح 40 في عدد 9 بيقول: على جبل عالي اصعدي يا مبشره صهيون، ارفعي صوتك بقوه يا مبشره اورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا الهك، هوذا الرب السيد بقوه ياتي وزراعه تحكم له، هوذا اجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. وحزقيال 34 12 ل 23، بس هنخلي ده دلوقتي لان ده له مناسبه ثانيه. نقطة مهمة في الصالح، انا عايزكم تراجعوا دي مع انجيل متى، لما واحد من الناس جم يقولوا له: ايها المعلم الصالح ماذا افعل لارث الحياة الابدية؟ فقال له ايه؟ لماذا تدعوني صالح؟ ليس احد صالح الا واحد وهو الله. ده الرد على الآية دي. الرب لما قال له لماذا تدعوني صالح ليس صالح إلا واحد وهو الله، ما بيقولوش أنا مش الله، هو بيقول له إذا كنت أنت مش مؤمن إن أنا إله حق من إله حق، إزاي بتدعوني صالح؟ هو بيسأله على إيمانه، هل أنت وصلت درجة الإيمان إنك تقول إن أنا الله المتجسد عشان تقول لي صالح؟ لكن هو بيدعو نفسه الصالح، أنا الراعي الصالح. وبيعرف الراعي الصالح بانه اللي هو الراعي اللي يبذل نفسه عن الخراف. والفرق بينه وبين الاجير ان الاجير لما يشوف الذئب يجري، ولما الراعي الصالح يشوف الذئب يقف ويخلي الذئب، يفضل الذئب ياكله بدل ما ياكل الخراف بتاعته. افتكروا قصه داوود لما وقف وكلم شاول انه طلع دب واسد، وهو وقف وتصدى للدب والاسد، وده الصدى بتاع كلام بتاع المسيح هنا. يرجع تاني يقول: اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. المعرفة تاني، لما قلنا عن الاسم انه ازاي انه بيعرف كل واحد منهم باسمه اكتر من مجرد بس اللي احنا بنتعرف على واحد بالاسم. هنا المعرفة اللي بيتكلم عليها الكتاب المقدس في الانجيل هنا زي معرفة الزوج والزوجة، علاقة قوية جدا وعلاقة مستمرة وفي نمو وملهاش ابعاد، العمق بتاعها ملهاش حدود، ما بتوقفش عن حد معين. لو انا بتعرف على شخص انا هحط حدود دايما، بحيث ان هيبقى في وقت هو ما يقدرش يكلمني فيه، مثلا بعد الساعه 10 بالليل فلان لو سمحت ما تكلمنيش في البيت، مثلا انا اليومين الجايين راح مسافر حته فلانيه مش هبقى موجود. لا، المعرفه اللي بيتكلم عليها الرب هنا ملهاش حدود، لا يحدها وقت، زي ما قال بولس: من يفصلنا عن محبه المسيح؟ ملهاش اي حدود، حتى الموت ما يقدرش يفصلها. فما فيش اي حدود لمحبه المسيح لينا ومعرفته لينا. عايز يعكس لنا ربنا الفكره دي، عايز يقول لنا المعرفه دي ما هياش معرفه زي معرفه واحد بيعدي على حد في الشارع ولا بيسلم عليه ويقول له انا اسمي فلان انت اسمك ايه. لا، قوم يعمل ايه؟ يقول لهم ايه؟ معرفتي لخاصتي وخاصتي ليا هي بالظبط كزي ما انا اعرف الاب والاب يعرفني. ده المثال. أما أنا فأني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. هي ده المثال، لكي تكون فيهم المحبة التي أحببتني بها زي ما قال التلاميذ. ده المثال للمعرفة ومثال الحب، المحبة بين الله والآب والابن اللي هي تفوق كل وصف وكل تصور وكل معرفة. هي دي المحبة للمسيح والمعرفة اللي المسيح يحملها الخاصة بتاعته إحنا، والمحبة التي نحملها نحن له مفروض تبقى بنفس الطريقة، بس هو اللي بيبتدي الأول يحبنا. وبعدين بيتكلم على أنا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن أتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. أني حظيرة دي الأمم. برافو، نقطة مهمة قوي. عشان يجيب سيرة الأمم هو عارف أنه هياخد الأمم ليه. طب هياخدهم ازاي؟ هيرد على دي، ما هو الناس هتسمع، الله هيروح الامم يكلمهم ازاي؟ ده اليهود اي نبي بيطلع منهم بيكلم اليهود، ملوش
يعني يوم ما يونان ربنا بعته يكلم حد بره الامم فضل انه يعمل ايه؟ يهرب. ودي لها قصه ثانيه بنتكلم عليها بعدين. بس يونان ما حبش ولم يستطع انه حتى يقدر يقبل فكره انه يكلم حد ثاني عن ربنا غير اليهود. فازاي المسيح يخرج بره هذا اللي زي في العقود الانكلوسيف اللي هو الانكلوسيف يعني المحدد جدا، العهد المحدد باسرائيل، يكسره ويخرج بره ويكلم الامم؟ على طول هرد على الكلام ده في نفس العدد اللي بعديه. لهذا يحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذها ايضا. هو عارف الطريق الوحيد انه يكسب الامم انه يعمل ايه؟ يتصلب وياخذها. يعني ايه؟ يقوم يضع نفسه يتصلب ياخذها ويقوم. فهنا كلام عن الصلب والقيامه، هو ده الطريق ان ياخذ الحظيره الثانيه ويلمهم. ليه سلطان انا اضعها وليه سلطان انا اخذها ايضا؟ اتكلمنا على السلطان كتير قبل كده وقلنا ان قمه السلطان هي ان الانسان يضع نفسه، يضع ذاته. قبل كده قلنا ان الانسان بياخد سلطان ياخد فلوس يضع فلوسه، ياخد مواهب يضع مواهبه، ياخد نفسه يضع نفسه ومشاعره، وبعدين في الاخر ياخد حياته فيضع حياته تحت رجلين الرب. فهو ده اللي عمله الرب نفسه. هذه الوصيه قبلتها من ابي. فحصل الانشقاق زي ما اتفقنا وانقسم اليهود. فقالوا منهم ان هو عليه شيطان، والكلام تفسيره معناه انه مجنون، انه مختل العقل. خلاص. في العدد 22 يبدا بقى الجزء الثاني اللي هو الكلام عن عيد التجديد. وعيد التجديد بسرعه اللي بيسموه الهانوكا او الهانوكا بيحتفلوا بيه هنا. بتشوفوهم بيعملوا منارات كده حطها في الشبابيك، بتشوفوا اليهود بيعملوا كده. فعيد التجديد ده مش من الاعياد اللي عملها موسى. ده ايه؟ ده عيد اليهود يحتفلوا فيه بانتصار المكابيين، يهوذا المكابي بالذات، على السوريين اللي كانوا ابتدوا ينجسوا الهيكل. ايه اللي حصل؟ لمده 3 سنين من سنه 167 قبل الميلاد لسنه 164، العد بالتنازل قبل الميلاد، من 167 ل 164 السوريين تحت حكم انتيوكس ابيفانس اللي هو بعد اسكندر الاكبر انقسمت المملكه اليونانيه لاثنين، السلوقيين واخذوا سوريا اسمه السلوقيين او السلوكيين، والبطلسه اخذوا مصر. فالسلوكيين كان معاهم برضو اورشليم تحت ايديهم اليهود. انتيوكس ابيفانس واحد من اخر الناس دوله اضطهد اليهود وحاول ان يحولهم لعباده اليونان عشان يغير الكالتشر بتاعتهم بكل الطرق، وقتل منهم ناس. فالسوريين في ايامه اللي هو كان العاصمه بتاعته طلع منهم ناس وابتدوا ينجسوا الهيكل بارشاداته. فحطوا تمثال على مسبح المحرقه لاله اسمه بعل شميم، المثال بتاع زيوس او زيوس اليوناني، حطوه على مسبح المحرقه نصبوه كده. طبعا اليهود شافوا كده اتجننوا. وكده تمت النبوه بتاعت دانيال النبي في 9:27 لما قال لهم هتيجي ركسه الخراب ولو شفتوها تعرفوا ان نهايه اورشليم هتقرب، ومجيء المسيح الاول هيقرب وبعدين نهايه اورشليم. والمهم ان يهوذا المكابي كان انسان قديس ومتحمس جدا وعسكري، طرد السوريين وبنى مذبح جديد واعاد تكريس الهيكل في 25 من شهر كسلو. الشهر ده نصه يقع في نوفمبر ونصه يقع في ديسمبر. وهو عيد بيحتفل فيه اليهود مش بس بتكريس اعاده التكريس الجديد، لا بيحتفلوا بتكريس الهيكل في كل المراحل بتاعته. وبيقرا في المناسبه دي اليهود حزقيال 34، مش هنفتح هناك عشان ما فيش وقت، لكن الحزقيال 34 بيتكلم على الرعاة السيئين اللي دنسوا الهيكل ونجسوا العباده واكلوا الغنم. لو فتحته خلوا دي كواجب، لو فتحته حزقيال 34 بيتكلم على الرعاة الوحشين، لان في عهد هذا الرجل انتيوكوس ابيفانس قام زي ما قلت لكم رئيس كهنه مشتروه، اشترى الكهنوت بفلوس وابتدى العباده تصير الى أسوأ، وابتدى الموضوع كله بقى مصلحه فلوس. فده عيد التجديد، وكان المسيح بيتمشى في الهيكل في رواق سليمان. فحوطوه اليهود وسالوه انت هتعلقنا لغايه امتى؟ لو انت المسيح قول لنا. قال لهم انا قلت لكم انتم مش بتؤمنوا، اذا كنتش بتؤمنوا على الاقل شوفوا الاعمال اللي انا بعملها باسم ابي وهي تشهد لي ان انا فعلا مرسل منه. هي ولن تهلك الى الابد ولن يخطفها احد من يدي. ودي مرجعها في اشعياء لما اشعياء بيقول ان
لا منقذ من يد الرب. يعني اللي يمسكه ربنا في ايده او يمسكه الله في ايده محدش يقدر ياخده منه. هو بيقول عن كده عن نفسه: لن يختفى احد من يدي، ابي الذي اعطاني اياه هو اعظم الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي، لا من ايدي ولا من ايد ابي. انا والاب واحد. والترجمه الحرفيه بتاعت دي في اليوناني زي الانجليزي: I and the Father are one. انا والاب نكون واحد. في العربي مش واضحه قوي، ما قالش انا والاب اكون، انا والاب نكون. وقديس اغسطينوس قال هنا حته مهمه، قال ايه في الجريجي؟ قال انا والاب نكون، يبقى احنا ايه؟ اتنين. هو مش زي ما سابيليوس كان راجل هرطق في القرون الاولى، قال ان الثالوث ما هو الا شخص واحد ظهر بثلاث مناظر، في العهد القديم بمنظر الاب، في العهد الجديد ايام المسيح بمنظر الابن المتجسد، بعد كده بعد الكنيسه بقى بالروح القدس. لا، هو اقنومين هنا بيتكلموا، انا والاب نكون شخصين واحد، لانهم متحدين في الايه؟ في الطبيعه، في الجوهر. انا والاب من نفس الطبيعه. ففهموا على طول اليهود الكلام ده، راحوا ورفعوا حجاره عشان يرجموه. فاحنا بناخد المسج دايما، يوحنا بيدينا المسج ان اليهود بيفهموه صح، فاهمينه بيتكلم على ايه. فهو سالهم، قال لهم انا عملت لكم حاجات كثيره كويسه، بترجموني على ايه؟ قالوا احنا مش بنرجمك عشان عملت حاجه كويسه، احنا بنرجمك علشان انت بتقول ان وانت انسان بتحسب او بتجعل نفسك الها. هي دي، ده الاتهام، انت انسان وبتجعل نفسك الها. فيرد عليهم الرب يقول لهم ايه؟ اليس مكتوب في ناموسكم، وده في مزمور وعايزين نفتحه عشان ده مهم، مزمور 82:6، اللي هو اليس مكتوب انه في ناموسكم انه قلت انكم الهه وبنو العلي كلكم. دي في مزمور 82:6 اللي بيبتدي بالله قائم في مجمع الله قائم في مجمع الله في وسط الالهه. وفي حتى النص الثاني بيقول لهم ان انتوا اكلتوا الناس وقضيتوا بالظلم، لان هما اللي كان بكلام للقضاء. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دين الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم. وفي أوله بيقول إيه؟ حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اقضوا لليتيم، انصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار، انقذوا. يعني كان بيكلم القضاء، القضاء بتوع الشعب، كان بيكلموا عليهم آلهة. أنتوا أنا عملت لكم وديتكم سلطان على الناس عشان تحكموا وتمشوا العدل، كل اللي عملتوه انتوا ظلمتوهم. انا خليتكم آلهة للناس وانتوا ما عملتوش بالموهبة اللي اديتها لكم، يبقى تعملوا ايه؟ هتموتوا زي بقية الناس وهيضيع منكم المجد بتاعكم. فكسر للناس خلاهم آلهة، الكلمة الله راحت لناس معينين عملتهم آلهة. فهل بالأولى كلمة الله نفسه يبقى إله؟ طبعا، لأنه من طبيعة الله. فكان بالحري يدعى إلها كلمة الله نفسه، وهم بيتهموا بأنه يجدف أنه بيجعل نفسه إله. المسيح عمره ما جعل نفسه حاجة، عمره ما قال أو خلى حسب نفسه حاجة. حتى أن بولس بيقول لنا إيه؟ الذي وإن كان في الصورة كإنسان لم يحسب خلصة أن يكون معادلا أو مساويا لله. عمر المسيح ما فكر في نفسه أو حسب نفسه حاجة، ده الآب هو اللي بيقول له يعمل إيه ويسوي إيه. ده هو إحنا بنقول أنه أخلى ذاته، ما بيفكرش المسيح في نفسه ولا بيتعامل على انه اله، لكن الاب هو اللي بيعمل معاه اللي هو عايزه. والدليل على كده الاعمال اللي بيعملها المسيح، لانها بتتكلم على ارساليه الاب ليه. الحته اللي هقولها دي مهمه، فيها ملخص بتاع 5 أصحاحات اللي فاتت، فيها العلاقه بين الاب والابن و في الجمل ورا بعض، وانا عايزكم تركزوا، هحاول اكتبها لكم المره الجايه في صفحه لوحدها. الملخص هو الآتي: العلاقة بين الآب والابن. الابن أتى من عند الآب في أصحاح 8:42، ومع ذلك فالآب الذي أرسله هو معه في كل حين في 8:29. الآب يحب الابن 3:35، والابن يعرف الآب معرفة خاصة ذاتية 8:55. وفي إرساليته على الأرض الابن يعمل فقط ما يرى الآب يعمله 5:19، ويحكم ويتكلم فقط بما سمع من عند أبيه
35 الابن تعلم من الاب 8:28 وتسلم منه سلطان للدينونة 5:22 وسلطان أن يكون فيه ويعطي الحياة 5:21-26 الابن يعمل إرادة الآب وتسلم منه وصية بالنسبة لموته وقيامته. لازم ناخد بالنا أن كل اللي أنا قلته اللي فات ده علاقات ما بين الآب والابن هي خاصة بأعمال الابن بالنسبة لنا احنا، ما هياش مطلقة، ما نعرفش حاجة عن علاقة الابن بالآب بعيد عنا، ده الخاص بينا احنا في رسالية الابن. فاهمين أقصد ايه؟ يعني زي بالظبط لما أب وابن يتصرفوا قدامك وانت موجود في البيت، هل تعرف حاجة عن التصرف بتاعهم وانت مش موجود؟ مش ممكن إلا لما هم يكشفوا ليك. فاللي أنا عايز أقوله إن الكلام اللي أنا قلته كل ده هو علاقته بينا كأبناء بالتبني، إلا أن لينا أمل أن بولس قال لنا أن الروح هيعلمنا كل حاجة، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، يقدر يعلمنا حاجات تانية غير كده كمان. عدد 39-42 آخر حتة في الأصحاح ده، فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا ومكث هناك، فأتى إليه كثيرون وقالوا أن يوحنا لم يفعل آية واحدة ولكن كل ما قالوا يوحنا عن هذا كان حقا، فآمن كثيرون به هناك. ملحوظة قالها واحد عجبتني، قال إيه؟ قال دي آخر مرة هيتكلم إنجيل يوحنا قديس يوحنا عن يوحنا المعمدان، اتكلم عنه في 3 حتت، أصحاح الأول عدد 19 واللي بعده، ودي كانت أكبر حتة لما يوحنا بتكلم على معمودية المسيح، إصحاح 3:26 لما يوحنا وكانت أصغر شوية، لما يوحنا تكلم عن المسيح إنه حمل الله وشاور لتلاميذه وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، إصحاح 10 بقى اللي احنا معانا ده 42 ودي أصغر واحدة فيهم، يبتدى جزء كبير عن يوحنا في إصحاح 1، جزء أصغر في إصحاح 3، جزء أصغر خالص في إصحاح 10 وبطل يتكلم عنه بعد كده، وكأنه بيطبق كلام يوحنا عن نفسه لما قال إيه؟ ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. فآمن كثيرون به هناك، وكان كأن ما زال يوحنا بيشتغل في أن يجيب ناس للمسيح، كان ما زال بيشتغل حتى بعد ما مات. بكده احنا خلصنا الإصحاح 10، والمرة الجاية هيبقى الإصحاح بتاع لعازر وإقامة العازر من الأموات، ويبقى كويس لو احنا قريناه.